في خلقه لا يختفي بجميله نوفى الهموم فنجتدي هو حسبنا كم حادثين ضيق هذه دعا تبرجك أربعون لطف الخبير لا ملجا الا الى المولى متى ناداهما روح للطف يلطفك يا ربنا بالمصطفى وبآله وبصحبه وبكل عز مقتفي بالذات بالاوصاف بالاسماء بالاسم الكريم بالاعظم الاسماء الوكيل عجل بعافيه ولطف شامل تجلى بها تنزفي وبرهنة فها أمان دائم تخبو بها نار الوقود وتنطفي وبرأفة عن عاجل بدواعها تبرى القلوب من الحقود وتشتفي إن اضطررنا لا لطيف لعاجل من لطفك المجهود عند المعتفي ما إلا لنا من حيلة في دفعنا حل منا خطب الجسيم المجحف إلا اللجأ إليك فيك رجاؤنا وبك استغاثنا من عدو المذنب يا ربنا هذا الدعاء نرتجي إلى الإجابة منك عن قرب النبي ثم الصلاة على النبي وآله وعلى الصحابة وكل تالي المرصدين.